أنا كلش عجبتني أنت كلش صريح لما قلت خلي يجون العوائل وبعدين المنظمات والدول تساعدنا، لأنه تعلمنا كل عمرنا نجدي. ما نقدر ما نقدر ما ما نقدر ما نقدر لأنه لأنه البوق ما ظل. تعال وش حتى الأمم المتحدة تجيب خيمة وبريطانيا تطينا حمام وأمريكا تسوي لنا. دكتور أرجوك أنت إنسان إعلامي محترم، الله يسلمك، محترم، ونحن نتحدث لشعبنا. الاتفاق متكامل، الملف الأمني عندما يوفر لي الأمان أجلب لك الخدمات. ستكون هنالك بعد هذه الجهد الأمني ستكون هنالك جهد خدم. عندكم ميزانية صرفون سيد محمد؟ ما يخالف، عندكم ميزانية مرصودة؟ عندكم ميزانية مرصودة لعودة النازحين وللخدمات وللبناء وللتعويض وللإعمار؟ هسه اليزيدين يسمعون وإحنا هم نسمع. عندكم ميزانية مرصودة؟ بالتأكيد يجب أن يوفر الميزانية. يجب. ولكن الميزانية التي وفرتها 15 مليار دينار عندما زارت السيد حميد الشطري في شهر العاشر وأستاذ قاسم العرجي، خصصت المحافظ نينوى وطلبت هنالك لجنة من محافظ نينوى ومن وزارة الهجرة والمهاجرين، ولكن كل أموال الدنيا يخصص لسنجار ليس بقيمة قطرة دم الشهيد من شهداء سنجار من العراقيين، ولا دمعة من دموع أمهاتنا وأخواتنا الناجيات والمختطفات والمختطفين.